طيب سويسري نعم، أنا الأصل. سويسري وولدت في سويسرا أيضا، يعني فوقها يعني ما ولدت شاء في الله سويسرا وجيت السعودية وعمري سنتين، ما شاء الله. فخلاص يعني صرت منكم ما وإليكم يعني. يحتاج منه فينا، أنت في فصار محلك. الواحد ما يعني ما يفرق يعني، العلم في الصغر كالنقش على الحجر، من 10 قوم 40 يوما صار منهم. فأنا الحين ما شاء الله يعني حياتي كلها في السعودية يعني، صحيح ما شاء واعتبر الله. فعلا في المدينة شيخ، وكلها في المدينة يا سلام تحديدا، اعتبر فعلا الوطن الحقيقي طبعا المملكة العربية السعودية، وتحديدا محبوبة الحبيب صلى الله عليه وسلم المدينة. اللهم صل وسلم. سامحني جواد، انت كنت قبل الظاهر اسبوعين ثلاثة في سويسرا، صحيح كنت اتابعك. اي الله. ودائما اذا كنت في سويسرا ادام انا اتابعك واشوف سناباتك اجد فيك الحنين للعودة. اي والله، مع انه المفترض العكس. اي صحيح. صح ولا لا؟ وش سر هالحنين؟ والله يعني لانه يعني بعضهم يقولون دائما يعني الوطن اللي ولدت فيه وكذا، انا اقول لا، اقول الوطن والله اللي تربيت فيه واللي عشت فيه واللي يعني تعلمت فيه. فانا فعلا الوطن الحقيقي لي المملكه العربيه السعوديه. يا سلام. اي والله، احس نفسي اذا طلعت برا اصير غريب يعني، حتى اذا لقيت واحد مثلا سعودي وانا برا في سويسرا ولا في اي مكان، فاحس كذا بانتماء يعني. يا سلام. مع العلم ان المفروض يكون العكس، صح؟ اي صحيح، المفروض العكس. نعم، لكن الجنسية. لا والله يقولنا يا سلام. بس والله يا شيخ ما يقول لك سويسري، ما سمعت تقول مواليد سويسرا. أيوة. من عمره سنتين جاء المدينه. ايوه وخلاص لا المدينة استقر هنا الأول. سويسرا الأول لما نروح لها سلطان، إنه يقول يا حبيبي ولد سويسرا، هو سويسري ومواليد سويسرا، وهو عمره سنتين انتقلوا أهله للمدينة فاستقروا فيها حتى اليوم. مدينة السعودية طبعا. سويسري أنت تبي بذية الحين أتفاهم معك. سب اصبر، والله سيادتك مضروبه، اصبر. اتكلم انا افهم 100%، اتكلم يعني شوي مكسر لكني اخاف. شباب هذا السؤال مهم ترى. طبعا في سويسرا في 3 لغات يتكلمون، الماني وايطالي وفرنسي. تتقنها كلها؟ لا بس سويسري اللي هو نفس الالماني. اي نفس الالماني. نفس الالماني السويسري. طيب ممكن تعطينا يعني كذا كلمات بسيطه؟ والله نبك اتكلم. اصبروا الربع، اصبروا خلوا يجاوب. طيب اصبروا. لا يعني مثلا يعني عشان لا هذه بتصير صعبه يعني، بس مثلا كيف حالك؟ ايوه مثلا كيف حالك؟ فيجيت ستير، هذه كيف حالك؟ هذه بالالماني اللي هو السويسري. لا هو الفرق بين الالماني والسويسري انه هذا فصحى وهذا عاميه. فالالماني تقول فيجيت ستير، بس بالسويسري لانه لهجه فتقول له فيجاتس در فيجيتس. يعني شفت الاختصار؟ يعني زي ما تقول كيف حالك او كيفك، هذا الاختصار يعني. ممتاز ممتاز. سام عندي سؤال، لكن انا اقول حط علبه الماء بيدك. ما دام في علبه ماء ما يحتاج ناخذ السؤال اصلا. سؤال عادي. هات سام. رجع لا من اللي هو شو اسمه عشان ادري. جواد. جواد. جواد ايش؟ السويسي. جواد السويسي كذا. يا اخوي جواد هوية احسن. خلاص. جواد السويسي. طيب على كل حال. عبد الملك الهتاري حياك الله. أبرجع بيض الله وجهك، والله العظيم لو تسمع أنت كذا ممتاز. طيب طيب عبد الملك الهتاري أبرجع.